لحد 4 نوفمبر 2018 الثلاثة متاع العشية المكان تونس العاصمة تحديدا شارع الحبيب بورقيبة والحدث أيام قرطاج السينمائية في دورتها 29 حركية كبيرة والأيام تنفخ روح جديدة في الشارع. قاعة الكوليزيل معروفة بملكة القاعات تعرض فيلم صوفيا للمخرجة المغربية مريم بن مبارك. الصف طويل من نهج مرسيليا لباب القاعة، العشرات من عشاق السينما في الموعد. لهنا السينما المغربية تستقطب برشا الجمهور التونسي والعربي الحاضر في الجي سي سي. في باب القاعة تفتيش كبير لتأمين العرض، وأعوان أيام قرطاج السينمائية يقوموا بمجهودات كبيرة لتأمين المهرجان. في الباب توزيع الأوراق تصويت الجمهور على الفيلم، المهرجان يرجع لتقليد قديم، جائزة الجمهور. هذه القاعة الداخل الكراسي بدأت تتعبى والجمهور مازال يدخل للفرج على الفيلم المغربي صوفيا. سافا؟ J'ai juste un peu mal au ventre. صوفيا هو فيلم مغربي فرنسي من إنتاج سنة 2018، الإخراج المريم بن مبارك، البطولة المها العلمي اللي تشارك الأول مرة لبنى أزابيل، سارة بيرلس وفوزي بن سعيدي وغيرهم من نجوم الفن السابع في المغرب. Il est pas là. Il est en voyage. On peut pas trouver une solution. J'ai un problème. الفيلم يحكي قصة صوفيا شابة في العشرينات تعيش مع عائلتها في الدار البيضاء تتعرض للاغتصاب وتلقى روحها حامل خارج إطار الزواج. بعد الولادة تعطيها إدارة المستشفى 24 ساعة لإتمام أوراق المولود وأحضر والده قبل ما تخبر عليها السلطات الأمنية وتلقى روحها في الحبس حسب قوانين المملكة المغربية. ولدك شفتها مرة واحدة راه ما قصاش جايين باش تصيدونا دابا في حالتي الا كان عمر هو اللي اغتصبك. تتواتر احداث الفيلم وتكشف صوفيا انها تعرضت للاغتصاب من طرف رجل اخر في العائله وانه هو البو الشرعي للمولود. سي فو بلي فوز علي فار كيلكو شوز. عندك ما تخافي فرصه ليك باش تولي راجل. شكون كتيب شقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش؟ هاد لا سيتياسيون اللي حنا فيها مناسبه لكل شيء. الحب ديال اول نظره داك اللي كيكون غير في الافلام، بالنسبه لي الحب كيجي مع الوقت. الفيلم اثر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا اعتبروه مثير للاهمية العزيبات ويكرس النظره السلبيه للمجتمع تجاه الفئه هذه، وبرشا اخرين اعتبروا زاده انه نقل لواقع الامهات العزيبات في المغرب. صوفيا تعرض لبرشا انتقادات من برشا نشيطات في الجمعيات النسائية في المغرب واعتبروا أنه ما تناولش الموضوع بمصداقية كبيرة. وعرفتي نسيت سكو سابيك بولي فام هنا. شكون تي؟ تكي؟ انت اللي كتدافع على حقوق المرأة في هاد البلاد ولا شنو؟ 86 دقيقة تفرج فيها الجمهور على صوفيا، وهذا موعد خروجه من القاعة، قاعة الكوليزي في قلب العاصمة. آراء مختلفة عند الجمهور، في أغلبها كان راضي على الفيلم. باش نقول ما عجبنيش حتى تعرف ماهوش في مستوى مهرجان كرطاج. كلاسيك السوجي. فيلم حلو يعالج مثل عنده في المغرب روز مور احنا في تونس ما عادش عندنا الإشكالية هذه، تجاوزنا. كي نتكلموا على حقوق المرأة وحريتها. يعالج مشكل في المغرب مازال موجود، هو ما يسمى بالزواج خارج الأطر القانونية. في برشا معاناة، أما الفيكسيون اللي عملها المخرج المغربي معناتها فيكسيون حلوة برشا. فيلم باهي بصراحة، يحكي على قضية اللي هي تو في مجتمعنا ظاهرة موجودة بالباهي وكنا تفيد برشا. معناها فما لاحظت فما أولياء يعني جابوا بناتهم صغار باش يتفرجوا. الميساج نتاع لا فام فيولي مي سكو جو ني با ابريسي، أنه في الآخر معناها
سي لارجون هي كي معناها افانكو معناها لونور وكل سي غراس ا لارجون اللي معناها بالفلوس هذيك نجم قبلت باش تزوج واحد اخر مش هو صاحب العمليه على خاطر الانسان اللي عمل العمله مستحقينه في الفلوس باش يعيشوا لاباس عليهم ولاسكون قبلت لو سيناريو لو جو معناها ايزون اكسبتي جو ني با ابريسي سا معناها جو فولو بيان كو لو كونترير معناها يرقع فهمت خاطر بوتيتر سيت ان موفي ميساج بور لي جون وبور لو بوبليك. في شارع بورقيبة تتواصل الحياة، الناس الكل تحكي جي سي سي، حياة وروح جديدة تهديها أيام قرطاج السينمائية للعاصمة.